على الرغم من المذاق اللاذع ديال الفلفل الحار، الا انه كيبقى من الخضار المحببه لكثير من الناس. اليوم اخصائي التغذيه ديالنا غادي يكلمنا على الفلفل الحار والفوائد الصحيه ديالو. الفلفل الحار ربما فاش كنهضروا على الفلفل الحار دائما كنهضروا على داك الحويجات، داك المزيودات اللي كيجيو كياسوا لينا مثلا كيكونوا فوق الطبق ديالنا، كنساليو بينهم كيكونوا مع الكسكس، كيكونوا مع بعض الانواع ديال السلطات، بعد كيكونوا بعض المرات بعض الحويجات اللي حنا كنحضروهم. وكاين هنا واحد المجموعه من مغالطات اللي حول هذه الماده هذه، هذا هو المساله اللي غنحاولوا نجاوبوا عليها اليوم. هي الفلفل الحار يعني كمكون، اذا بغينا نشوفوا مدى الاهميه ديالو من ناحيه قيمه غذائيه، فربما هو غني بواحد المجموعه من الحويجات، خاصه مثلا ملي كنهضروا على واحد النسبه ديال الحديد، واحد الكميه مهمه ديال فيتامين سي، واحد فيه واحد الالياف، فيه فلافونويدات، مواد مضاده للاكسده يعني. ولكن بحكم على ان الكميه اللي حنا كنستعملوها منه، فربما هاد الحويجات هادو كاملين كيبقاو ثانويين، كيبقى وهي الحويجات اللي نبغيو ناكدوا عليها خاصه دابا، هي المادة مثلا بعض المواد المضاده للاكسده، بعض المواد المضاده للالتهاب، بعض المواد مثلا خاصه الماده ديال الكابسايسين. هاد الماده هادي فهي واحد الماده رائعه اللي ربما نقدروا نقولوا على ان الفلفل الحار كينفرد بها. وهاد الماده هادي بالنسبه للناس اللي كيتقبلوا هذيك الكميه ديال الحار، فنبغيو نعرفوا على انهم هذيك الحاله ديال الالتهاب راه فين ما كانت هذه الماده ديال الكابسايسين كديرها، يعني في الفم، في الامعاء ديالنا، في المخرج نتاعنا، او لا فين ما وصلت فهي كدير هذه الفعاليه ديالها. وهذه الفعاليه ديال هذيك الحالات ديال نقدروا نسموه شويه ديال الالتهاب، ولكن الحويجات اللي هي نافعه اللي كتخلي الذات ديالنا كتعاود تلقى واحد التوازن، كتخلص من واحد المجموعه من الجرثومات، كتعاود تعدل ديك التوازن، ديك التوازنات ديال الجرثومات النافعه اللي عندنا. يعني هنا كذلك بالاضافه لذلك، فما نساوش على ان الفلفل الحار عندها حويجات اخرين، لان كذلك مغالطة على انها بالعكس كتوكل، فهي بالعكس، فهي المعروف عليها هي انها كتوازن لينا الشهيه نتاعنا، وكتخلينا ان احنا كناكلوا بواحد الشكل اللي هو جوست معتدل وكافينا. اذا لكن كمضاف، كمكون مضاف للاطباق ديالنا، فبحكم المكونات النافعه اللي كاينه فيه، بحكم المكونات المغذيه اللي كاينه فيه، بحكم الالياف اللي كاينه فيه، فاذا ذكرنا الفيتامين سي، اذا ذكرنا الفيتامين الانواع ديال الفيتامين بي اللي كاينه فيه، اذا ذكرنا الفلافونويدات يعني المواد المضاده للاكسده ديال الاكسده اللي فيه، اذا ذكرنا كذلك المواد اللي حنا بحال المواد مثلا الكابسايسين، فهو كيبقى عنده بالنسبه للناس اللي كيتقبلوه واحد المنافع للصحه نتاعنا. بالعكس، وربما في بعض الاحيان كيجيو عندنا بعض الناس كيقول كاين تخوف ان هذا الانسان كيتناول واحد الكميه كبيره ديال الكابسايسين، واش ديال الفلفل الحار، واش كاين عنده واحد التاثيرات سلبيه على الصحه نتاعنا؟ فنقدروا نجاوبوا بكل صراحه فانه لحد الان بالعكس، فراه جميع الحويجات، جميع الدراسات اللي مشات حول هذه الماده هذه، فهي تبتات على انه بالعكس كاين منافع. كاين موانع الاستعمال بطبيعه الحال، خاصه عند بعض الناس اللي اصلا كيعانيوا مثلا بمشاكل على مستوى المعده، كقول حد المعده، فنبغيهم يعرفوا على ان اولى حتى التهابات، بعض الالتهابات على مستوى ديال الامعاء، خاصه الليميسيل، الامراض اللي هي اللي معروفه بالتهابات مزمنه ديال الامعاء ديالنا، خاصه الكرون ولا الاكس اش، اللي هي اصلا حالات كيكون فيها التهاب مرتفع، فهادو هما الحالات من بين الحالات اللي منصوح على انهم ما يتناولوهمش. بالاضافه الى ذلك، فكذلك الناس اللي كيعانيوا مثلا اللي كيستعملوا بعض المكونات اللي هي مثلا اللي معروفه بالعاميه كنتم كتجري الدم، لي فلويديفيون دو سون، خاصة إلا كانوا لي زونتي فيتامين كا، يعني الناس اللي كيستعملوا الوافارين ولا أي مادة أخرى اللي كتجري الدم، فمن الأحسن هاد الناس هادو كنصحوهم على أنهم ما يتناولوش الفلفل الحار، بالإضافة إلى مكونات أخرى كذلك اللي منتوجات طبيعية أخرى اللي منصوح على أنهم ما يتناولوهاش، بحال لي شوف، بحال لي زيبينار، بحال واحد المجموعة من الحويجات اللي كيشابوا لهاد المادة هذه.